السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة قدوم إن شاء الله بإذن الله شهر رمضان، أعاد الله علينا كلنا باليمن والبركات، وكل التحية وكل الشعب المصري والإسلامي بخير، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة إن شاء الله بإذن الله قدوم شهر رمضان، أعاد الله علينا باليمن والبركات. يمكن امبارح يمكن كان في ماتش الزمالك وبيراميدز، وانا ما رضيتش اطلع وقلت هتكلم النهارده على التفاصيل اللي حصلت في اللقاء، وفي نفس الوقت اقول لكم بعض الاخبار المهمه جدا الخاصه بنادي الزمالك اللي بينتظرها جمهور الزمالك بشده، وعايزين يعرفوا ايه اللي بيدور داخل النادي. فيريرا مكمل، فيريرا مش مكمل، ايه الظروف، ايه كان المفروض فيه. وانا كنت اتكلمت معاكم من فتره عن رحيل فيريرا. المشكله كانت طبعا زي ما كلكم تابعتوا كل في الاحداث اللي حصلت داخل او جوه نادي الزمالك وتخص اداره النادي، دي اخرت شويه موضوع رحيل فيريرا. موضوع طبعا هو الشائك دلوقتي وهو اللي داير في الاحداث داخل نادي الزمالك. انما قبل ما نتكلم في موضوع فيريرا ومين اللي ممكن يخلف فيريرا او فيريرا مكمل او مش مكمل، هنقول طبعا بعض التفاصيل او بعض الحاجات الخاصه بماتش الزمالك وبيراميدز امبارح. يمكن الاداء ما كانش احسن حاجه، انما في مكاسب من اللقاء. في مكاسب من اللقاء، الزمالك امبارح استفاد بوجود احمد بالحاج وناصر بن منسي، ويمكن دخولهم الشوط الثاني عمل شكل شويه لنادي الزمالك. عوده محمد صبحي، يمكن انا اول واحد قلت ان محمد صبحي هيكون اساسي في لقاء بيراميدز، وان شاء الله باذن الله هيتوالى محمد صبحي المشاركه الفتره الجايه في ظل الاداء اللي اداه الفتره الاخيره، ودي حاجه كانت كويسه جدا بالنسبه لمحمد صبحي اداؤه في لقاء بيراميدز. ويمكن كان من ضمن الاسباب ان خروج اللقاء بهذه النتيجه ان هو في اخر اللقاء يمكن شال كره صعبه جدا، ودي حاجه كويسه جدا. زائد ان اعتقد ان عدم الخساره في حد ذاته في الوقت ده في ظل الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك، على الرغم ان انا بعترض على الكلام ده جدا وبشده، انما عدم الخساره في حد ذاته من فرقه زي بيراميدز حاجه مش وحشه، ومش احسن حاجه طبعا بالنسبه لجمهور الزمالك، ان جمهور الزمالك دايما بيدور على المكسب ودايما بيدور على الفوز. انما في الاول وفي الاخر هنقول ان الاداء في الفتره الاخيره مش احسن حاجه، وان شاء الله باذن الله تتحسن النتائج في الفتره القادمه. انما خلينا نتفق ان نادي الزمالك يا جماعه، انا قلت الكلام ده من حوالي بتاع فيديوين ثلاثه، قلت ان نادي الزمالك ظروفه صعبه جدا الفتره دي، عنده مشاكل ماديه، عنده مشاكل اداريه، عنده في مشكله بتخص المستشار مرتضى منصور، عنده حاجه كتير جدا جدا تخلي الحال اوريدي مش احسن حاجه، زائد ان اداء اللاعبين مش في احسن حالاتهم، ودي برده مأثره بالشكل السلبي على الفريق، زائد ان يمكن الفريق تفريغه بعض الفترة الأخيرة من اللعيبة الكبار اللي كانوا موجودة، منها بيعم إمام عاشور، منها مشايان أشرف بن شرقي، ناس كتير جدا وأسماء كبيرة جدا كانت المفروض هتبقى هي العمد الأساسي للفريق في الفترة القادمة. إنما في الأول وفي الآخر إحنا بنقفل الصفحة دي وبندور على البناية للفترة الجاية، وده اللي يدور عليه نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك في الفترة اللي جاية، وأتمنى إن ده يبقى الشغل الشاغل بتاعهم في الفترة القادمة. هنيجي لبعض الأخبار المهمة اللي بتخص فيريرا وبتخص الجهاز الفني وبتخص بعض اللاعبين اللي موجودين اللي جم نادي الزمالك في صفقات شهر 6 اللي فاتت بداية الموسم وما أدتش بشكل كبير جدا. عندي بعض التفاصيل هقولها لكم، فأتمنى إن يبقى في الفترة الجاية إن شاء الله الأمور دي تتاخد بشكل جدي وتتصلح الأمور داخل نادي الزمالك. إدارة الكرة في الزمالك في الوقت ده كانت بتعمل على سيناريوهات البديلة لتحسبا لاتخاذ قرار رحيل فيريرا في أي وقت. البديل القادم لفيريرا أجنبي. إدارة الكرة مش عايزة مدرب مصري نهائي، وحتى لما حصل تواصل مع الكابتن خالد جلال وكان في كلام إن هي ما بين الكابتن خالد جلال والكابتن أسامة نبيه، الفكرة دي اتلغت نهائيا داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أو إدارة الكرة داخل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، وبدأ التفكير في مدير فني أجنبي في الفترة القادمة، وده اللي بيسعى ليه وده اللي بيدور عليه دلوقتي مسؤولي أو إدارة الكرة داخل نادي الزمالك، اللي بيكلموا بعض الوكلاء إن هم يعملوا يجهزوا سيفيهات، وفعلا بتجهز سيفيهات في الفترة دي لأكتر من اسم وأكتر من مدرب، وهيكون البديل لمستر فيريرا
هو بديل اجنبي. اللي هيحصل كالتالي، ان الماتش الترجي اللي جاي هو المباراه الحاسمه لمصير فيريرا، وهيكون في مدرب اجنبي حال حدوث اي نتيجه او اي تعثر او اي فشل جديد من اللي بيحصل في الفتره الاخيره. وده اللي بيسعى عليه لجنه الكوره في او اداره الكوره في نادي الزمالك في الفتره القادمه، ان هم زي ما بقول لكم بالظبط ان هم بيجهزوا بعض السفهات للمدربين الاجانب اللي هيجوا او اللي ممكن ييجوا في الفتره القادمه. وفي اكتر من اسم مطروح مش هنقدر نتكلم فيه دلوقتي الا لما المفاوضات بتاعتها تخش بشكل جدي بشكل كبير جدا. هنعلن لكم عن الاسماء دي ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه او في الفيديوهات القادمه. نيجي للصفقات لانها علامه استفهام كبيره وفي ناس كتير ومنهم انا انتقد عدد منها، اللي انا وصلت له ان هيبقى في فرص لبعض اللاعبين في باقي الموسم زي سامسون اكينولا زي ابراهيم نضاي. لو الاثنين ما قدموش الفارق مع الفريق هيكون في قرار اخر الموسم بانهاء التعاقد معاهم بشكل ودي. يبقى احنا عندنا اثنين لعيبه افارقه جم او اثنين اجانب جم لحد دلوقتي ما اظهروش المستوى الطبيعي اللي ممكن او الاضافه القويه لفريق نادي الزمالك او مع فريق نادي الزمالك في الفتره الاخيره، اللي هم سامسون ونضال. الاثنين دول باذن الله هياخدوا فرص في الفتره القادمه، لان واضح ان هم مع مستر فيريرا مش مقتنع بيهم، وسواء جه مدير فني اجنبي تاني هيجي يبص على الناس دي وهيحاول يديهم فرص على اساس ان هم ياخدوا يتاخد فيهم قرار في نهايه الموسم، يا اما بالبقاء لو ادوا اداء كويس، يا اما بالاستغناء عنهم وانهاء الموضوع بشكل ودي بينهم وبين اداره الكوره في نادي الزمالك. واتمنى ان هم يثبتوا نفسهم، على الرغم ان انا مش مقتنع شويه بسامسون لانه ما اداش في الفترة اللي لعب فيها، على الرغم ان هو ما كانش جاهز في فترات كبيرة، ما خدش فرص كبيرة، انما لحد دلوقتي سامسون اكينولا في كل الماتشات اللي لعبها ما عملش المردود اللي ممكن يبقى مردود جيد بالنسبة لنادي الزمالك. المهم ان ماتش الترجي في دوري ابطال افريقيا هيكون هو المباراة الحاسمة بالنسبة لفريرا وجهازه الفني كامل، لان كمان بعد صورة امبارح والكلام في او الصورة اللي انتشرت امبارح ما بين الكابتن اسامة نبيه وما بين كابتن احمد عبد المقصود سايبة اثر سلبي ما بين جمهور الزمالك وسايبة اثر سلبي حتى في مجلس الادارة، على الرغم ان اكد احمد عبد المقصود امبارح ان الصورة دي كانت قبل المباراة وكان الكلام فيها قبل المباراة، وان المخرج جاب اللقطة دي في الوقت اللي جابه فيها، على الرغم ان هي كانت متخزنة من بداية المباراة. وده حاجة احنا بنطالب فيها المخرجين بتوع اللقاءات يراعوا ربنا ويراعوا ضميرهم شوية، لان في ردود فعل سيئة جدا على الصورة دي خاصة بأحمد عبد المقصود وخاصة بالجهاز المعاون بتاع الكابتن بتاع مستر فيريرا، وان الناس دي انا عارف ان هم بيحبوا نادي الزمالك جدا، وما ينفعش ان الصورة دي تطلع في الوقت ده والنتيجة سلبية، ان معناها ان هم قاعدين مبسوطين ان الفرقة بتتعادل او الفرقة ادائها مش كويس، فالصورة دي سابت اثر سلبي بشكل كبير جدا. وانا تاني باكد ان احمد عبد المقصود اكد ان الكلام ده كان قبل المباراة والصورة دي كانت قبل المباراة. بمناسبة دوري ابطال افريقيا، في قرارات رسمية تصدر من لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي لصالح الاهلي، منها واحنا المفروض دي حاجة ما لناش دخل فيها، انما برضو ده خبر كده على المشي كنت بقوله لكم، ايقاف طبيب الهلال 4 ماتشات وتغريم نادي الهلال حوالي من 30 الى 40 الف دولار عشان احداث لقاء الهلال والاهلي. والغريب في الموضوع ان احمد الشناوي مش هياخد اي عقوبات، لان بان في الفيديو ان احمد الشناوي بيعترض وكان عامل مشكلة، على الرغم ان الموضوع مش خاص باحمد الشناوي خالص، خاص ب محمد الشناوي سوري انا اسف حارس مرمى النادي الاهلي، على الرغم ان الموضوع خاص ب الدكتور بتاع نادي الهلال، وانا زي ما قلت لكم كده ان هو هياخد 4 ماتشات وفي غرامه كبيره ماليه بتعدي من ال 30 لل 40 الف دولار في غرامه على من لجنه الانضباط على نادي الهلال خاصه بماتش الاهلي والهلال في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. من هنا احنا عايزين ان شاء الله باذن الله هنختم الفيديو بتاعنا بيه
كل التوفيق لنادي الزمالك في ماتش الترجي. اتمنى ان لعيبه نادي الزمالك يرجعوا لفورمتهم الطبيعيه تاني، اتمنى الاداء يتحسن في الفتره اللي جايه، اتمنى ان نادي الزمالك يرجع لسابق عهده وينافس على كل البطولات، على الرغم ان انا مش متفائل خالص الموسم ده باداء لعيبه نادي الزمالك وبالبطولات اللي ممكن يحصل عليها نادي الزمالك، لان احنا بنبعد عن كل البطولات بشكل متوالي، منها خسرنا بطوله لوسيل، خسرنا السوبر المصري، خسرنا نتائجنا في الدوري مش احسن حاجه، نتائجنا في بطوله افريقيا مش احسن حاجه، انما ما زال الامل مستمر وما زال الامل في لعيبه نادي الزمالك ان هم يرجعوا لحالتهم الطبيعيه في الفتره القادمه، اللي بيه نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله ينافس على كل البطولات. من هنا الفيديو بتاعنا بيخلص، كل التحيه لكم وكل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.